لأي سبب من الأسباب، على يبقى الأقل عارف. عرف يعني، بقى عنده طريق وخريطة ماشي عليها يعني. تمام، كويس جدا، كويس جدا. بارك الله فيك، بارك الله فيك. طيب احنا قلنا خلاص احنا هنشتغل ان شاء الله على الباك اند، هنا الباك اند بتاعتنا نطلع ريستفول اي بي اي. فاروح كده البايثون بقى ويب فريم ورك، البايثون ليها ويب فريم وركس كتير جدا، احنا عايزينها كباك اند مش عايزينها كويب فريم ورك متكامله بتعمل كل حاجه على بعضها، مش عايزينها كده خلاص، احنا عايزين الباك اند لوحديها خلاص كاي بي اي، والناحيه الثانيه فرونت اند قدام تبقى نعملها زي ما احنا ايه زي ما احنا عايزين. حبيت اعرض قدامكم مجموعه كبيره من الويب فريم وركس بتاعت البايثون عشان بس عندها خلفيه، لان الناس اغلب الناس تعرف جانجو، فلاسك، بيراميد، تمام. حتى جانجو بيجي بيشتغل كباك اند ريست فول اي بي اي، بينزل حاجه اسمها جانجو ريست فريم ورك، بينزل حاجه اسمها جانجو ريست فريم ورك عشان يشتغل معاك كباك اند منفصله عن الفرونت اند ويظبط لك الدنيا بشكل كويس بالشكل اللي احنا عايزينه، موجود في جانجو، بس اسمه جانجو ريست فريم ورك. في حاجه اسمها ايه؟ في حاجه اسمها فلاسك، في حاجه اسمها بيراميد، هعدي في الحاجات اللي هي مش مشهوره، في حاجه اسمها فالكون خلاص، في فاست اي بي اي، في اي اي او اتش تي تي بي، في سامك، دول كده اغلب الحاجات اللي هي او في طبعا هوب وفي تورنيدو وفي باتل، كل دول موجودين، كل دي فريم وركس ممكن تقدم موضوع على 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بتاع 10 11 قول 10 قول دول اشهر 10 فريم وركس موجودين في البايثون عشان تقدر تطلع بيهم اي بي اي. طيب هنقول ليه؟ نختار مين فيهم يشتغل بيه؟ في ناس بتحب تشتغل بالمشهور، المشهور جانجو خلاص جانجو هو طبعا اشهرهم على الاطلاق، تمام؟ في ناس بيقول لك لا انا والله هشتغل كلاسيك لاسباب ان في عندي فريم ورك او في عندي ابلكيشن معين مبني على كلاسيك وانا عايز اتعلمه مثلا لاخر او بيراميد. في ناس بتفكر كده. في ناس تقول لك لا والله اللي ماشي في السوق ايه؟ اللي مطلوب عندنا في السوق ايه؟ كذا خلاص ماشي. في ناس تقول لك لا انا عايز اشتغل افضل حاجه. يعني ايه افضل حاجه؟ افضل حاجه اسرع حاجه فيهم مثلا. اسرع حاجه البرفورمانس بتاعها عالي. اعلى اداء. اعلى اداء. لان يعني مثلا هشتغل على حاجات قويه وحاجات تقيله فمش هينفع تجيب لي حاجه اقل اداء. وقلما من يفكر كذلك. وقلما من يفكر كذلك، يعني قليل قوي الناس بتفكر هو ايه احلى حاجه تديني اداء سريع برفورمانس محترم اقدر اعتمد عليه عشان السيستم لما يكبر ما تبقاش الدنيا يعني بطيئه وعندي مشاكل كتير والموبايل ابلكيشن بقى بطيء وفي الويب ابلكيشن بقى بطيء. لان خدوا بالكم انتوا فين؟ انت في الكور هنا، الويب هيكلمك، الموبايل هيكلمك، فلو هنا الدنيا بطئت خلاص انت دخلت في الايه؟ الباتل نيك او في يعني في عملت الزنقه كلها في الرئيسي، عملت الزنقه كلها والثقل كله فين؟ في الرئيسي. فلازم نتعرض مع بعض لمقارنه ولو بسيطه في البرفورمانس بتاع الويب فريم وركس اللي موجوده في السوق خاصه بالبث عشان تبقى انت مقتنع لما نختار واحد من دول ونشتغل عليه، تبقى انت مقتنع، تبقى انت فاهم انت ليه اخترت ده مش غيره، وعشان ما اكونش انا صادم بيك يعني، لان انا ممكن اكون صادم جدا، بس انا عايز اتكلم بمنطق انك انت تفهم انت عايز ايه. انت لسه بنقول عايزين نبني ونعمل حاجه تقيله وبتاع وشغل حقيقي وويب وموبايل وبتاع، طب انت باني من ايه تحت؟ العماره دي اللي انت عايز تصلحها قطيحه سحاب دي وتعمل لها واجهه مش عارف ايه وتعمل لها بتاع وتحط فيها محلات وتعمل، انت عامل ايه تحت في الاساس؟ الاساس بتاعها ايه؟ عشان يستحمل الكلام ده، تمام؟ هما الفكره؟ فلازم نقارن عشان نقدر نقتنع بمين؟ مين فيهم؟ فانا جبت لكم كام مقارنه كده من مواقع مختلفه. طبعا في علي بابا كلاود ده مشهور جدا، كان بيتكلم على ازاي نبني فيري فاست او فيري فاست
باك اند، ازاي نبني باك اند قويه وسريعه. تمام، بس هو كان بيشرح على فكره ان هو هيكتب بفالكون، هيكتب بفالكون. تمام، فالكون اهو، تمام، موجود من ضمن الحاجات اللي احنا بنتكلم عليها. هو قبل ما يبدا الموقع، على فكره موقع يعني شهير جدا للناس اللي بتبقى عارفه الناس، الموقع ده موقع تقيل يعني. فهو قبل ما يبدا قال لك انا هستعرض انا ليه بشتغل بفالكون. فلما جه يشتغل بفالكون فبيقول لك طبعا كبنش ماركت يعني حاجات مقاسه عالميه وستاندرد، لما جه قارن قال لك عبينا نقارن السرعه ما بين فالكون وبوتل خلاص والورك زيت والجانجو والفلاسك، وحط المقارنه كده وجاب لك بقى كام ريكوست في الثانيه. تمام، والملي سكند بين ريكوست يعني بياخد كام ملي سكند في الريكوست، وعمل لك سبيد اب سرعته قد ايه بالنسبه للباقي. فلما قارن لقى ان فلاسك وجانجو واخدين واحد تقريبا قريبين من بعض، بياخدوا حوالي من 28 ل 26 ريكوست 1000 ريكوست في الثانيه. الريكوست اللي تعرف حوالي 34 او 38، خد بالكم الفلاسك والجانجو ملي سكند في الثانيه، 38 34 ملي سكند في الثانيه. تمام، بوتل كويس حلو محترم، هتلاقيه معدي 12% اسرع من الجانجو والفلاسك. صدمه يعني، بوتل ده يعني بنسميه يعني بسيط، وفر مرة بسيط، هو اسرع 12 مره، مش اسرع مرتين ولا ثلاثه، 12 مره اسرع من الفلاسك والجانجو كريست فوق باك اند ريست فول اي بي ار. فالكون يا شباب اسرع ب 21%، 21 مره اسرع من الجانجو الشهير. انا ما بتكلمش في سرعه بسيطه، الجانجو بياخد حوالي 34 ملي سكند في الريكوست عشان ننفذه، فالكون بياخد 1.8 ملي سكند عشان الريكوست عشان ينفذ الريكوست. فرق كبير جدا. حد يرد؟ انا ما اعرفش يعني، ما عارف. سيبك، انا لسه هسال حضرتك ليه الفرق الجامد ده يا دكتور؟ عشان ما فيش مكتبات فيه زي الجانجو مثلا في سريع؟ لا، هو مفيش ملف. انا بتكلم دلوقتي على موضوع الريست فول اي بي اي بس. تمام، هو الفالكون مبني على حاجه اسمها دبليو اس جي اي، خلاص دي في الاصل بتاعه اللي هي الويب اي بي ايز والكلام ده كله. فهو مركز في الحته دي، بيوصل فيها لمعدل عالي جدا. جانجو مش كده، جانجو شغال حاجات كتير قوي جنب بعضيها، مش مركز في اطار محدد، هو شغال ويب بتاع كل ويب، فالبرفورمانس بتاعه ابطا يعني. هو البرفورمانس بتاعه مبني كقياس مختلف، وما يجي يقارن على بنش ماركتس خلاص عشان تقيس الويب فريم وركس المختلفه دي، هو اسرع بكثير جدا 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 كقياس العمليات. ماشي، اصل ده شركه بنياه جانجو، في شركه قاعده بنت، وفلاسك في شركه قاعده بنت، وفي بوتل شركه ثانيه، وفالكون شركه ثالثه وعشره. فكل واحد بيبني باسلوب من الاول مختلف عن الاخر، ولذلك هتلاقي فيه اختلاف في السرعات والبرفورمانس بتاعها. تمام، اخش على في موقع شهير جدا خاص بالبايثون وقياسات البايثون اللي هو wiki.bison.org. تمام، على بايثون ذات نفسه، على bison.org ذات نفسه. تمام، بس اسمه wiki.bison.org. دخلت على حاجه اسمها ويب فريم وركس، الويب فريم وركس الخاصه بالبايثون، هتلاقي في تصنيفه كده عايزك برضه تاخد بالك منها في الويب فريم وركس الخاصه بالبايثون. ان في انواع مختلفه يعني البوبولار فول ستاك فريم وركس، يعني تعمل كل حاجه عشان طبعا الجانجو والتربو جير. تمام، التربو جيرز برضو بتقدر تعمل لك القصص زيها زي الجانجو يعني. تمام، وفي الويب تو بار برضو من الحاجات الشهيره، دول من اشهر الحاجات الموجوده في الفول ستاك، بيعمل كل حاجه على بعضها. تمام، والجانجو اشهرهم طبعا ويعتبر اقواهم. تمام، طيب في اذر فول ستاك فريم وركس بس هي اقل شويه في الشهره زي الكيوب وزي الداش. تمام، دول برضو حاجات تانية تعمل برضو فول بار. تمام،
في حاجات كتير جدا مش دول بس على فكره، لكن في حاجات تانية مش نون فول ستاك، مش فول ستاك هي ما بتشتغلش عشان تعمل كل شيء، لا مش كده، مش كده خالص. زي الاي اي او اتش تي تي بي، تمام، الاي اي او اتش تي بي دي بتعمل اسينكرونس اتش تي بي كلاينت سيرفر فريم ورك، يعني عامله فكره الاتش تي بي سيرفر كلاينت سيرفر فريم ورك وشغاله اسينكرونس، يعني شغاله بشكل متوازن، يعني ممكن تبعت 3000 ريكوست في نفس اللحظه وهو بيرتب اموره وبيرد عليك بالايه بعدم، يعني مش شغاله بفكره الانتظار، مش بفكره الانتظار، يعني مش بفكره الانتظار، يعني مش شغاله بفكره انك تبعت، يعني شغاله كيو فتبعت ريكوست الثاني الثالث الرابع، الرابع ده المفروض يستنى الثالث ويستنى الثاني ويستنى الاول عشان يتنفس، صح؟ ده طبيعي. لكن في الاي اي او اتش تي بي بيقول لك الكلام ده اسمك منه خلاص، انا بشتغل باسلوب حديث اسمه اسينكرونس، زي ما النود جي اس، النود جي اس اتشهر في الفتره الاخيره عن كل الويبس، الويب فريم وركس الموجوده في السوق ليه؟ سواء كان البايثون سواء كان الجافا سواء كان، واخد قوه كبيره جدا وانتشر، تمام، عشان شغال اسينكرونس كلاينت سيرفر فريم ورك، ما فيش حاجه اسمها حاجه تستنى حاجه، كله بيبيع وكله بيروح، وهو اللي بيخلص في عمليه رقم 3 هتاخد ملي سكند، والعمليه رقم 1 بتجيب بيانات كتير هتاخد 5 ملي سكند، ما بيوقفش دي على دي، ما بيوقفش دي على دي، اللي رقم 5 تلاقي تنفذ بسرعه خلاص عشان تاخد 1 ملي سكند وردت على المده الاولى دي تمشي براحتها، مش مشكله، كل حاجه شغاله مالتي ثريدنج كده وحاجات متوازنه. انا حبيت بس ادي الفكره دي في الاي اي او اتش تي تي، تمام. في بوتل طبعا ده فاست، خدوا بالكم فاست اند سيمبل مايكرو فريم ورك، وبيشتغل في السمول ويب ابلكيشنز اشهر وكده، في تشيري باي وفي فالكون، وده برضه لايت ويت خفيف جدا، واي بي اي اورينتد فريم ورك، يعني هو متخصص على طول ومبني فكره انه يعمل لك اي بي ايز يعني على جوه، وكذلك فاست اي بي اي او فاست اي بي اي، ده برضه مودرن فاست هاي بيرفورمانس وفريم ورك بيبني عشان الاي بي ايز، عشان يعمل لك باك اند اي بي اي على طول، وقوي جدا. في فلاسك، فلاسك مايكرو فريم ورك للبايثون، وطبعا مشهور موجود في سيرفرات كتير الى اخره، وبرضه بيطلع الريست فول اي بي اي وكلام زي كده. في بيراميد برضه من المشهورين، تمام، برضه سمول وفاست برضه سريع واوبن سورس، لذلك في بعض الناس بتحب البيراميد، تمام، عشان بس فكره الاوبن سورس وكلام زي كده. يبقى عندنا بس دول مش فول ستاك، مش عارفين كله يعني، تمام. هنا اهو على ويكي ده، على الموقع ده جايب كل الفريم وركس المعروفه والغير معروفه اللي بتشتغل.